السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين ودرس جديد من دروس الـ Visualizer JS، وإن شاء الله النهاردة هتكلم عن الـ Dependency Injection أو الـ DI. طيب إحنا أوريدي كنا شرحنا في كذا درس قبل كده، وهحط الروابط بتاعتها في الـ Description بتاع الفيديو. إيه هو أصلا Concept الـ Dependency Injection؟ فبالتالي أنا مش هشرحه ومش هعيد وقت، مش هضيع وقت في قعدة شرحه. فخلينا نشوف الـ Dependency Injection إزاي شغال عندنا في الـ Framework بتاعنا. طيب اول حاجه، الديبندنسي انجكشن هو باكج عندنا، ده اسم الباكج بتاعتنا، وهو تشايلد الباكج اسمها كور. الكور ديت هي شامله كل الريكويرد باكجز اللي احنا محتاجينها، اللي هو الابلكيشن او الفريم ورك مش هشتغل من غيرها، دي طبعا ريكويرد بالنسبه لنا. والديبندنسي بتاعها هو السبورت باكج، ان شاء الله برضه هنبقى اتكلم عنها في درس منفصل. طيب الموضوع ماشي ازاي ببساطه شديده جدا؟ ان انا بعرف الكلاس بتاعي اشتغل عادي جدا ايا كان الكلاس ده فين، تمام؟ بعد كده بسجله في ال dependency injection container، بسجله باستخدام الكلاس اسمه di.register او dependency injection. يعني انت لو عايز تكتبها dependency injection.register تمام، او ال di. ال di اختصار لل dependency injection، فالاثنين عندي سواسيه هنا. طيب اللي انا بعمله ان انا بقول الكلاس، بدي له اسم الكلاس بتاعي من غير كوتس، ما بحطوش جوه سنجل كوتس، لا بدي له الكلاس على طول. والالياس ده لو عايز استخدم الالياس كاستخدام يعني اسهل، بدل ما اكتب اسم الكلاس كده لا هقوله مثلا سموثي، بحيث ان انا بعد كده لما عاوز انادي او استخدم الكلاس اسمه سموث اليرت اقول له هات لي الكلاس اللي الالياس بتاعه اسمه سموثي. فانا ممكن اناديه بالاسم بتاعه او باسم الالياس بتاعه. طب الميثود اسمها ريجستر، هي بتقبل اوبجكت ارجمنت واحد، والاوبجكت دوت فيه تو كيز. الكي الاول اسمه كلاس، ده ريكوايرد، بحط فيه اسم الكلاس بتاعي اللي انا هسجله عندي في الدي اي كونتينر او الديبندنسي انجكشن كونتينر. الكي الثاني الالياس، وده مش ريكوايرد، اوبشنال بالنسبه لي، بس هو ريكومندد بصراحه انك تستخدمه، لان انت تقريبا 90% من الباكجز اللي في الفريم ورك شغالين بالالياس بتاع لسهوله الاستخدام. طيب الكونسبت ببساطه شديده جدا، بعد ما بسجل الدي اي بتاعي او كلاس في الدي اي بتاعي، بعد كده بعمل حاجه اسمها ريزولفنج لما عاوز استخدمه، اكني بقول للدي اي استدعي لي او اعمل لي اوبجكت جديد من الكلاس ده. فممكن اقول له ليت سموثي اوبجكت بيساوي دي اي دوت ريزولف سموث اليرت، اللي هو اسم الكلاس اللي كان فوق هنا، تمام؟ او ان انا ممكن استخدم الالياس بتاعي، فانا ممكن استخدمه بالشكل ده او بالشكل ده. في نقطه برضو مهمه، الريجستريشن مهم لحاجه، يعني مهم لحاجه واحده اساسيه، الا وهي حته الالياس. انا بستخدم هنا الياس، بستخدم الالياس هنا عشان يبقى سهل عليا في الاستخدام بعد كده في الباكج. طيب من ضمن المميزات برضو اللي هنا الموجوده في الباكج بتاعه الديبندنسي انجكشن هي الاوتو انجكشن. يعني ايه اوتو انجكشن؟ يعني انا دلوقتي نفترض ان السموثي اليرت كلاس معتمد على الفيوز، تمام؟ فانا ببساطه شديده جدا بقول له كونستراكتور فيوز، يعني بقول له ايه؟ ان الكونستراكتور دوت هيقبل الفيوز. الديبندنسي انجكشن لما بيجي يعمل ريزولفنج للكلاس بيشوف ايه اللي موجود جوه الكونستراكتور، وعلى اساسه بيبتدي يبعت لك الاوبجكت المقابل ليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي سجلت الكلاس بتاعي اهو، خزنته هنا، لما اجي بقى اعمل ريزولف للكلاس ده هو اوتوماتيكلي بيديني الاوبجكت بتاع الفيوز. طيب تعالوا نشوف الكلام ده تطبيق عملي. احنا كنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على الكريشن بتاع الباكج، وكنا مستخدمه بالشكل ده. طيب الطريقه الثانيه اللي احنا هنستخدمها هنا، بدل ما تبقى كده هقول له di.resolve_smooth_alert، اوكي؟ ده المفروض هو يديني let smoothie بيساوي كلام، اسف. طيب تعالوا نجرب كده، نعمل ريفرش تاني. في عندنا هو الاسم غلط، لحظة واحدة، هو اسمه سموثي اليرت وليس سموث. فريش اداني ايه؟ الرسالة بتاعتي شغالة تمام. طيب لو افترضنا ان الكلاس بتاع السموثي دوت فين اهو سموثي اليرت، نفترض ان الكلاس دوت محتاج ديبندنسي معين، يعني مثلا زي الفيو او زي ايا كان. يعني تعالى مثلا ممكن نقول له ان هو محتاج الراوتر مثلا،
انا ده هيعتمد على الراوتر، فانا هجي اقول له alert router dot route بحيث ان هو يديني ال alert the current router او route. اوكي تعالى نعمل refresh، قال لي ايه سلاش. فهنا كده دلوقتي انا اديته ال، انا قلت له استدعي لي الراوتر، انا محتاج اشتغل باوبجكت الراوتر. تمام، الراوتر ده باكج عندنا في الكور برضو من ضمن الحاجات الموجوده في الكور، فعلى حسب اللي انا بحتاجه في الكونستراكتور ايا كان بقى الكلاس اللي انا عايزه ببعته بديله الاسم، سواء كان الاسم الاصلي الكلاس يعني او الالياس. تمام، الكلاس بتاع الراوتر اسمه راوتر يعني ده الاسم الاصلي. خد بالكم الجافا سكريبت اسامي الكلاس فيها كيس سنسيتيف، الالياس بتاعها او بتاع الكلاس ده راوتر. تمام، فده انت لو كتبت راوتر كده او كده الاثنين هيبقوا شغالين معاك لان الاثنين الياس لبعض. تمام، ممكن بدل ما اقول له كده اقول له ايه سموثي، هيديني برضو ايه نفس النتيجه فريش. ماشي احنا نسينا نسجل الكلاس، تعال نسجله دي اي دوت جيستر كلاس سموثي اليرت الالياس بتاعي سموثي. اوكي نعمل ريفرش، اداني ايه نفس النتيجه. طب هنا بقى ايه الميزه؟ لان انت لو مش شغال بالديبندنسي انجكشن انت هتضطر تعمله بالشكل ده، تقول له ليت سموثي تساوي نيو سموثي اليرت، وبعد كده تشوف الراوتر بقى مكانه فين. ما دي النقطه، انت عايز توصل للاوبجكت بتاع الراوتر، الراوتر انت مستخدمه في اكتر من مكان، فانت عشان تبعت له او تريح دماغك من ان انت تعرف الكونستراكتور دوت محتاج ايه بتشتغل بالديبندنسي انجكشن. النقطه الثانيه، احنا خلصنا الكلام ده عن الكونستراكتور، الدي اي برضو بيقدر يعمل ريزولفنج للميثودز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عملنا ريزولف للكلاس، طب نفترض ان انا عايز اعمل اوبجكت من الكلاس وانادي على ميثود محتاجه يبعت لها ديبندنسيز. يعني ايه؟ حاجه زي البوست تراب مثلا، هنا دي ميثود داخل الايه اللي اوت بيج دي دايما بيتعمل لها كولينج. من ضمن المميزات هنا ان انت ممكن تبعت لها اي حاجه اوتوماتيكلي هتعمل لها ريزولفنج. يعني انا مثلا لو عايز اشتغل بسموثي هاجي هنا اهو، اوكي اوتوماتيكلي هتشتغل معايا من غير ما اعمل اي حاجه. احنا لو عملنا نعمل ريفرش هنا اشتغلت معايا. ليه؟ لان الفريم ورك بيعمل ريزولفنج للباكج بتاعتي او للهوم بيج بتاعي، يعني اكني بعمل كده دي اي دوت ريزولف هوم بيج بوت ستراب. تمام، في الحاله ديت الكونتينر او الدي اي بيعمل اوبجكت من الكلاس دوت لو مش موجود. دي نقطه برضو مهمه نحب نوضحها، ان الديبندنسي انجكشن شغال بريجستري ديزاين باترن. يعني ايه؟ يعني الكلاس لو مش موجود بيكريت، لو موجود خلاص برجعه مش هيعمل اوبجكت جديد. لو انت عايز تعمل اكتر من اوبجكت لنفس الكلاس بتشتغل بميثود اسمها انستنس دي اي دوت انستنس. فالفرق ما بين الاثنين ان ريزولف بيتشيك الكلاس ده موجود ولا لا، لو مش موجود بيكريته بعد كده يخزنه في الكونتينر، لو موجود بيرجعه اوتوماتيكلي من غير ما يعمل له اوبجكت جديد منه. الانستنس دايما بيعمل اوبجكت جديد منه مهما كان متخزن او لا، مش فارق معاه. فده الفرق ما بين الاثنين، عشان كده دايما اشتغل بالريزولف لو انت مش محتاج غير اوبجكت واحد من الكلاس ده. طيب زي ما احنا قلنا ان الدي اي مش بيشتغل بس على الكونستراكتور، بيشتغل على الميثودز. فاي حاجه انا محتاجها هنا اوتوماتيكلي هو هيبعتها لي. يعني انا قلت له انا عايز مثلا راوتر، جينا اقول له مثلا اعمل لي اليرت للراوتر دوت راوت برضه هو هديني نفس النتيجه. هنا انا مفرش اداني نفس النتيجه، او مثلا ممكن اقول له ايكو راوتر دوت برامز دي في الكونسول لوج. تعالى نعمل نفتحه هنا كده نعمل ريفرش هديني انفايند، لان هو ما فيش اي داتا عندي مبعوثه. تمام، فده الكونسبت بتاع الديبندنسي انجكشن باختصار. الديبندنسي انجكشن بيشتغل في الميثودز بتاعت البيج اللي هي البوت ستراب والانت والريدي لما نيجي نشتغل عليها. ان شاء الله برضو هنشرح الكلام ده بالتفصيل لما نخش على الباكج بتاعت البيجز اللي هي تبقى جزء من باكج اللي اوت.
ان شاء الله الموضوع ما يكونش صعب. يعني الفكره ببساطه، هنقول تاني ان انت عندك بتعمل كلاس، بعد كده بتسجله ايا كان بقى مكانه فين، انت عايز تستخدمه في اي حته تانيه، بتستخدم الالياس او الاسم الاصلي بتاع الكلاس. ولو انت هنا ممكن تشتغل بتقول له دي اي دوت ريزولف اسم الكلاس او الالياس اور الياس، تمام. ولو الكلاس ده اصلا او الميثود اللي انت شغال فيها يعني will be resolved using the DI، فانت مش محتاج تعملها انترنالي كده، انت كل اللي انت ممكن تيجي تعمله تقول له هنا ايه سموثي وهو اوتوماتيكلي هيشتغل، تمام. فده كونسبت ال DI عموما او ال dependency injection في الفريم ورك، وبس كده. وان شاء الله اشوفكم على درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.